حالة من الصدمة في الجالية السورية بعد جريمة قتل ومحاولة انتحار في فيينا. تخصيص 25 مليون يورو سنوياً وزيادة عدد الشرطة لحماية النساء من العنف. النمسا تؤكد انضمامها لمبادرة سكاي شيلد الجوية الأوروبية للدفاع. أحكام بالسجن لضابطة وضابط شرطة النمساوي بتهمة استخدام القوة المفرطة. شرطة كلاغنفورد تحبط هجوماً محتملاً على مقرها بعد بلاغ مجهول. والنمسا تعرض مسودة خطة المناخ الوطنية بحلول عام 2030. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. قام شاب سوري كردي بقتل زوجته طعنا بالسكين ثم حاول الانتحار بعد أن رمى بنفسه من الطابق الثالث من منزلهم في السوق الشعبي في فيينا المعروف باسم السوق 16. وتسببت الجريمة في حالة واسعة من الجدل في النمسا، والتي تعتبر الجريمة 15 والمتعلقة بالعنف ضد النساء حسب بيان لوزارة الداخلية النمساوي. وحسب تحقيق أجرته انفجراد في مكان الجريمة، قال عدد من السكان في نفس البناء بأن الشريكين كانا يعيشان بهدوء، حيث كان للمرأة ابنان وللشاب ابن واحد، ولم يتضح حتى الآن الأسباب الدقيقة وراء الفعل بسبب الوضع الصحي الحرج للجاني. Daneben lag noch die Tatwaffe. Die drei Kinder des Paares, ein dreijähriges Mädchen und die zwei Buben im Alter von 6 und 10 Jahren, waren während der Tat im Park in der Nähe mit ihrer Tante spazieren. Das Opfer dürfte kurz vor der Tat auch noch ihre Eltern angerufen haben. Mama, er hat ein Messer, kommt bitte schnell, soll sie am Telefon noch Hilfe gerufen haben. خصصت الحكومة النمساوية حزمة مالية بقيمة 25 مليون يورو سنوياً لدعم حماية النساء من العنف. وتم زيادة عدد الضباط المعنيين بهذا المجال لثلاثة أضعاف، وذلك بعد أن تزايدت جرائم قتل النساء في النصف الأول من العام. ودعا وزير الداخلية كارنر لوضع حد لظاهرة العنف، وقال أن الشرطة بحاجة إلى تعاون القضاء والوزارات ومؤسسات مكافحة العنف والمجتمع المدني. أكد رئيس التخطيط للقوات المسلحة النمساوية اللواء برونو هوفباور أن النمسا انضمت إلى مبادرة سكاي شيلد الجوية الأوروبية المشتركة للدفاع، وأن هذا الانضمام لا ينتهك حيادية النمسا. قال أن النمسا تعمل على شراء أنظمة مضادة للطائرات مع دول أعضاء أخرى في المبادرة، مما سيستغرق وقتا طويلا لتشكيل الدرع الأوروبي المضاد للصواريخ. ومن المتوقع أن تستغرق المبادرة عدة سنوات، وسوف تتضمن نوعيات من الأسلحة المضادة للطائرات من بريطانيا وألمانيا. حكمت محكمة فيينا على ضابط وضابطة من الشرطة النمساوية بالسجن لمدة 5 أشهر على التوالي بتهمة استخدام القوة المفرطة أثناء أداء مهامهما. وقد تمت محاكمتهما بناء على اتهامات بالاعتداء على موظف سابق في فرع ماكدونالدز، حيث استخدما رذاذ الفلفل وتسببا في مشاجرة تم توثيقها بالفيديو. والأحكام غير نهائية، وأظهرت المقاطع المصورة أنه لم يكن هناك خطر واضح يبرر استخدام القوة المفرطة. واعتبر القاضي اللكمة التي تلقاها أحد الضباط من الموظف دفاعا عن النفس. أعلنت شرطة الولاية في كلاغنفورت أنه تم إحباط هجوم مخطط له على مقرها بعد بلاغ من شخص مجهول. وقد تم تعزيز التدابير الأمنية وتوجيه خدمات الطوارئ للتصدي للهجوم المحتمل.
وتستمر التحقيقات للكشف عن الشخص الذي أبلغ عن الهجوم وتحديد الأهداف والتهديدات المحتملة المرتبطة به، كما تم تلقي مكالمات تحذيرية كاذبة حول وجود قنابل في مدارس مختلفة في مدينة كارنتون والتي لم يتم أي أحد منها حتى الآن. قدمت وزيرة الطاقة وحماية المناخ في النمسا مسودة الخطة الوطنية للطاقة والمناخ، وتهدف الخطة لخفض الانبعاثات الغازية بحلول عام 2030، حيث لا تزال النمسا بعيدة عن تحقيق متطلبات الاتحاد الأوروبي. وقد حددت المفوضية الأوروبية الهدف بتخفيض الانبعاثات بنسبة 48%. من المتوقع تقديم المقترحات النهائية بحلول أغسطس المقبل، والخطة النهائية متوقعة بحلول يونيو 2024. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، لا تنسوا تحميل تطبيق انفوجراد على هواتفكم. كنت معكم أنا أسامة، وإلى نشرات أخرى، وإلى اللقاء.